تفجير إرهابي بوسط العاصمة التركية استهدف حصنها الأقوى وزارة الداخلية. استنفار أمني تعيشه أنقرة منذ الصباح عقب الهجوم الذي نفذه إرهابيان أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن. لم يخلق هذا الهجوم تهديداً لأمن تركيا فقط، بل لقطاع السياحة الحيوي فيها أيضاً الذي توليه الحكومة أهمية كبيرة وتعمل على تنميته باستمرار. الضربات تنهال توالياً على هذا القطاع الذي يغذي خزينة الدولة وجيوب المواطنين، إذ توقع مراقبون أن يلقي حادث اليوم بظلال سلبية على السياحة في تركيا، خاصة أنها لم تتعافى بعد من دعوات المقاطعة التي وجهت لها في أعقاب تكرار الحوادث العنصرية ضد بعض السياح العرب. ولن يكون من المبالغ فيه القول الآن إن هذا القطاع الحيوي بات في خطر حقيقي فعلاً.